موصول ما بين اللب موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، قلنا هذا عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم شعر عنده في يديه، لكن في صدره لا يوجد الشعر هنا فقط، في بطنه لا يوجد. سبحان الذي جمله صلى الله عليه وسلم. معنى عاري الثديين يعني لا يوجد شعر في صدره، إنما الشعر الموجود هنا هكذا نازل مثل الخط في صدره صلى الله عليه وسلم.